أخبار اليوم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار اليوم، حلقة جديدة من شارع الصحافة، ومعنا اليوم الكاتبة الصحفية الأستاذة هناء كامل مدير عام تحرير الأخبار الرياضي، تطلعنا على أهم العناوين الرياضية التي تصدر بها أخبار رياضة هذا الأسبوع. أولا نرحب بها، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. طبعا يعني في كل مره يعني الاخبار الرياضي تطلعنا وطلعنا باسبوع رياضي ممتع وشيق، وطبعا عندنا عناوين كثيره قدام حضرتك، يا ريت حضرتك تقول لنا ايه ابرز واهم العناوين تصدر بها اخبار الرياضه هذا الاسبوع. حضرتك الاسبوع ده الحقيقه عندنا مجموعه يعني هايله من الموضوعات، واعتقد انها هتكون فيها مفاجآت وفيها تفاصيل كتير مميزه جدا. في عندنا حاجات محليه وحاجات دوليه، فيمكن من أبرز الحاجات الدولية إن إحنا بندعو لحملة كبيرة اللي هي حملة ادعموا، هاشتاج ادعموا صلاح، في حملة طبعا زي ما احنا عارفين إن في إيطاليا دلوقتي، كانت لجنة حقوق الإنسان هناك في البرلمان الإيطالي، كانوا يعني أنا في رأيي إن هم اخترعوا اختراع غريب جدا، إن هم عايزين يعملوا حملة في الملاعب الإيطالية علشان بتناشد السلطات المصرية البحث عن قتلة ريجيني. طبعا ده في إطار حملة دولية معمولة، فبيحاولوا بيها ان هم يعني يستدروا عطف الجماهير الإيطالية وفي نفس الوقت يبقى فيها مشاكل. فكما دي طبعا كانت من ضمن المباريات اللي هم عايزين يعملوا فيها الحملة دي، المباراة بتاعت فريق روما، يعني الفريق يدخل في الحملة دي، وطبعا ده في إحراج كبير لمحمد صلاح كنجم مصر، وهما بيحطوه ما بين يعني زي ما بيقولوا شقين راحة، يعني إما إن هو يشارك في حملة كده أو إن هو يبقى في موقف معارض. فهما إحنا بنعمل الحملة دي علشان ندعم صلاح في إنه يثبت إن هو في موقفه، خصوصا إن هو كان طلعت بعض التصريحات من مقربين منه إن هو في حال أي إساءة لمصر من خلال الحملة دي هو ممكن يفسخ عقده مع فريق روما. ورغم ان هم تراجعوا بعد كده وقالوا لا احنا مش هنعمل اي حاجه مسيئه لمصر، لكن احنا كلنا منتظرين ان هو المفروض ان يوم الاثنين الجاي هتبقى المباراه اللي هي فيصل في الموضوع ده بين روما ونابولي، فهيبقى هنشوف اللي هيحصل فيها. لكن احنا بنطلب من الجماهير دلوقتي ومن القراء ان هم يدعموا صلاح عشان يبقى موقفه اقوى وموقفه اثبت في مواجهه الحمله الشديده اللي هي موجهه اليه. هذا موجه للجماهير المصرية أن تدعم صلاح بالهاشتاج موجود في أخبار رياضة. أيوة بالضبط، يعني فإحنا بندعو الجماهير كلها تدخل على الهاشتاج ده وتبتدي تدعمه بحيث أنه هو ياخد ترتيب كبير ويقدر يبقى في المقدمة. طبعا ده ممكن يعمله دعم إلى حد ما قوي جدا، يشعر أن الجماهير كلها بتسنده من خلال دعوة زي كده على وسائل التواصل الاجتماعي. من الموضوعات المحلية المهمة لتم القراء ان احنا الدوري دلوقتي خلاص بدأ يدخل في الربع الاخير منه، وانه بعد الماتشات بتاعت الاسبوع اللي فات، ماتش الاهلي مع انبي وقبليه ماتش الزمالك مع الداخلية، تعادل الزمالك وفوز الاهلي خلوا في 11 نقطة دلوقتي فرق بين الناديين، وبالتالي يعني اصبح الاهلي هو الاقرب جدا للفوز بالدوري. يعني احنا واخدين الموضوع يعني بندلعهم شويه كده، ان الاهلي بيقول الدرع بيندهلي، يعني ان هو اصبح على مقربه من الفوز بالدوري، فطبعا دي بقت خطوه مهمه تهم قراء المجله وخصوصا من جماهير الاهلي. وتفاصيل اكيد تفاصيل موجوده في الاخبار الرياضه الذي يصدر يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. حضرتك الكواليس التي تدار او تدور في ايضا الدوري المصري بين القطبين، يعني حضرتك في عندنا طبعا في حاجات كتيره طبعا بالنسبه للعيبه، خاصه الاهلي في مشاكل بالنسبه لموضوع رمضان صبحي طبعا والعقوبات اللي وقعت عليه، وان الاهلي برضو بيحذر من ان هو بدا يبقى فيه نوع من يعني التربص شويه برمضان، وانه بعد الطرد اللي تعرض ليه في المباراه وانه تعرض لظلم، فيعني في طبعا تفاصيل كتيره في الموضوع ده. وفي برضو بالنسبه لي مارتن يون برضو بدأ انه بيعمل رسائل للجماهير وبيوجه انه هو يعني بيهتم بناشئين، انا مش عايز احرق الرسائل، لكن هو ست رسائل مهمه جدا بيوجههم للشخصيات وللجماهير وللناس، فيهم برضو حاجات تفاصيل واسرار كتيره جدا، اتمنى ان يعني الناس ممكن لو ما هتقرا في العدد ان شاء الله هتلاقي ان حاجات مهمه. في عنوان بيقول نهايه باسم في البيت الابيض. لا 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 مالناش دعوه بالبيت الامريكي خالص الحقيقه، احنا في البيت الابيض المصري. هو طبعا الخلافات اللي وصلت بينهم بين باسم وبين اداره نادي الزمالك دخلت في مرحله صعبه قوي،
وهم وقع عليه عقوبات، وهو بدأ يشعر أنه هو بقى غير مرغوب فيه، فالأمور تأزمت بشكل أنه هو خلاص يعني يكاد يقترب أنه هو من الرحيل من الزمالك. احنا كاتبين تفاصيل القصة وان هو الامور هتروح فين، وانه باسم بعد كده ممكن تبقى خطواته اللي بعد كده هيروح فين، خصوصا ان هو الزمالك اعلن ان هو هيعرضه للبيع. فبالتالي بقت خلاص المشكله يعني مطروحه تماما على الساحات، وبس احنا كاتبين تفاصيل ما اعتقدش ان حد هيكون تناولها قبل كده. فادعو ان هم قراء اخبار رياضه ان شاء الله والقراء عموما ان هم يتابعوها عندنا في الجريده باذن الله. حضرتك مفاجات محمود طاهر يهدي الخطيب رئاسة الأهلي. طبعا دي كان البعض بيقول فيها ان هو على اساس ان كان في خلافات بين الأهلي كمحمود طاهر رئيس النادي، وانه في الفترة اللي هي كان حل مجلس الإدارة كان اكتر اسمه مرشح للتولي المسؤولية بدلا من محمود طاهر وكان كابتن محمود الخطيب. فيعني كان المفروض ان يبقى في نوع من المشحنات او نوع من القلق بينهم، لكن الحقيقة كابتن محمود طاهر قرر ان هو يعني يبحث مع مجلس الإدارة فكرة ان هو يهدي الخطيب رئاسة النادي الشرفية، بحيث ان هو طبعا نجم من نجوم النادي وان هو من الشخصيات المحبوبة جدا جدا على مستوى كل الجماهير، وان له تواجد مهم، فيعني هو يستحق رئاسة النادي الشرفية. فدي ممكن خطوة هيبحثها مجلس الإدارة انه يقترب منها ان شاء الله ويصدر قرار بحاجة زي كده. عندكم لمحة عن القانون الرياضة؟ القانون الرياضة الجديد اللي هو خلاص تقريبا أصبح على وشك الصدور، وإن شاء الله هيدخل البرلمان في خلال الفترة القادمة، لأنه هو الخلافات اللي كانت عليه والاعتراضات اللي تمت من خلال قسم التشريع في مجلس الدولة تم تلافيها، وتم إن هم يعني حاولوا إن هم يعني يتجاوزوا النقط اللي أثروها في مجلس الدولة إنها تعتبر مخالفة للدستور، وبدأ يكتمل القانون وبدأ خلاص دخل على مجلس النواب للمناقشه والصدور ان شاء الله. فيعني احنا حاطين فيك مفاجآت في كذا نقطه وهتكون يعني حاجات جديده، فموجودين ان شاء الله بنتناولها في العدد. طبعا اخيرا بما ان احنا يعني بنسجل مع حضرتك النهارده، حضرتك ايه رؤيتك؟ انت عندك عمود رؤيه، يعني الاسبوع دوت بتتكلم عن رؤيه ايه بالظبط؟ رؤيه الاسبوع ده الحقيقه عن موضوع محمد صلاح، وانا بالحقيقه بتكلم فيها عن انه انا منتظره، بقول ان انا منتظره المباراة اللي هي زي ما قلنا بتاعت روما ونابولي عشان نشوف إذا حصل فيها أي حاجة. أولا الفيفا النهاردة طلع يعني ده اللي أنا كتبانه، هو الفيفا عنده مبدأ قانون يعني أساسي في لوائحه ممنوع خلط الرياضة بالسياسة، ولدرجة أنه لو أي لاعب عمل أي تجاوز أو أي نادي فيه شبهة تواجد سياسي بيوقع عليه عقوبات. فأنا شايف أن دي قضية سياسية تماما، وأنه كون أن الفيفا يقبل أو يسكت، أو الاتحاد الأوروبي طبعا باعتباره برضو تابع للفيفا، لو تم موضوع زي ده في الملاعب الإيطالية ولم يتخذ ضده قرار من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الفيفا، أنا أعتبر ده نوع من التواطؤ معاهم بينهم وبين بعض، لأن ده طبق في العالم كله إن ممنوع. وبعدين ما يقوليش مثلا التحيلات بقى اللي بتحصل إنه لا أصل دي قصة إنسانية، لا لا لا، ده الموضوع سياسي بحت وما ينفعش خلط السياسة بالرياضة، وده إذا كان مبدأ بيطبق في العالم كله فيبقى لازم يطبق. وأنا يعني أنتظر إن الفيفا أو الاتحاد الأوروبي يبعثوا للاتحاد الايطالي او رابطه الانديه الايطاليه ان هو ده امر مرفوض، لانه لو ما حصلش انا اعتقد ده هتبقى سقطه كبيره جدا في تاريخ الرياضه وفي تاريخ كره القدم وفي تاريخ الفيفا نفسه، هيثبت ان هذه منظمات غير محايده وغير دقيقه وغير امينه في انها بتتعامل مع كل الاطراف على قدر واحد من المساواه. حضرتك طبعا يبدو ان رؤيه حضرتك هي رؤيه الجريده، لانه العنوان الرئيسي كان عن هاشتاج صلاح، ويبدو ان الاثنين مرتبطين ببعض. ونحن يعني برضه بنشكر حضرتك على هذا اللقاء الجميل. يعني الله يخليك، اشكرك جدا جدا، واتمنى يعني ان شاء الله يبقى الامور كلها تتصلح. وان انا عايز اقول حاجه بس كلمه اخيره، ان ادعموا صلاح هي في الحقيقه ادعموا مصر. وبهذا مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار يوم نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا من شارع الصحافة، وكان معنا اليوم الكاتبة الصحفية الأستاذة هناء كامل مدير عام تحرير أخبار رياضة، أطلعتنا على أهم وأبرز العناوين التي تصدر بها أخبار رياضة لهذا الأسبوع. انتظرونا في حلقات قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.